قرب عطلة الميلاد مستشفيات السويد تحت الضغط. سويديون بلا تدفئة والنقابات تتحرك. تريم تاب شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إم أوبلر، كنافة البدر. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الكومبس لليوم، معكم سارة سيفو. مع استعداد البلاد للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، تعاني مستشفيات سويدية كثيرة ضغطا شديدا هذه الأيام. ازدياد عدوى كورونا يترافق مع زيادة ملحوظة في حالات الإنفلونزا، إضافة إلى انتشار فيروس RS الذي يصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال الرضع. حالة الإنفلونزا هذا العام أكثر من سابقاتها في شتاء الأعوام الماضية، وعموما يرتفع عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات، بينما تزداد حالات المرض بين موظفي الرعاية أيضا. عدد من الأطباء حذروا من الضغط المتزايد على نظام الرعاية الصحية، مشيرين إلى أن الوضع متوتر جدا. وفي محافظة ستوكهولم أعلنت 4 مستشفيات حالة الطوارئ بين الموظفين الأسبوع الماضي، ووصل وقت الانتظار في قسم الطوارئ بأحد المشافي أمس إلى 23 ساعة، كما دقت مستشفيات أخرى في البلاد ناقوس الخطر. وتشهد وحدات العناية المركزة في مستشفى الملكة سيلفيا للأطفال بيوتوبوري ضغطا شديدا، لدرجة أن الموظفين يضطرون إلى نقل الأطفال المصابين بأعراض خطيرة إلى أجنحة أخرى. مع ارتفاع الضغط على المستشفيات، أظهرت أرقام جديدة أن حوالي 60% من مرضى العناية المركزة حاليا غير مطعمين بلقاح كورونا، في حين بلغت نسبة الذين أخذوا جرعتين من اللقاح 26%، معظمهم ممن تتجاوز أعمارهم 65 عاما. ويعتقد أن كثيرين منهم بدأوا يفقدون المناعة بعد فترة طويلة من التطعيم، لذلك قال مختصون إن الجرعة الثالثة مهمة لحماية الناس الأكثر ضعفا. وفي الوقت نفسه سجلت بعض المناطق الضعيفة تحسنا في إقبال الناس على اللقاح بعد فرض شهادات التطعيم في التجمعات العامة. وشهدت منطقة رينكابي في ستوكهولم ازدحاما في مراكز اللقاح، ومع ذلك فإن هناك مناطق ما زالت تغطية التطعيم فيها أقل من 50% من السكان، علما أن النسبة تجاوزت 80% في عموم البلاد. في آب أغسطس الماضي كان هناك حوالي 500 منطقة في السويد نسبة التطعيم فيها أقل من النصف، في حين انخفض العدد الشهر الماضي إلى 50 منطقة. سويديون بلا تدفئة نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار الكهرباء. بعض مستأجري الشقق يدفعون ما يسمى إيجارا باردا، ما يعني أنهم يتحملون تكلفة التدفئة، وإذا كانت التدفئة تعتمد على الكهرباء فإن ذلك يؤدي إلى تكاليف باهظة مع ارتفاع الأسعار. بعض المستأجرين قالوا للتلفزيون السويدي اليوم إنهم باتوا يعتمدون على البطانيات والملابس وسيلة للدفء في شتاء السويد البارد. وفي موازاة ذلك تحرك اتحاد نقابات العمال LO اليوم وطلب اجتماعا عاجلا مع مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان لبحث مشكلة أسعار الوقود والكهرباء. حدة المطالب من أعضاء النقابة تصاعدت بعد اقتراح حزب المحافظين المعارض إلغاء الضريبة على الكهرباء في كانون 2 يناير وشباط فبراير المقبلين. وقال عدد من العمال إنهم قد لا يتمكنون من دفع فواتير الكهرباء هذا الشتاء. مسؤول في اتحاد النقابات قال إن الاشتراكيين الديمقراطيين هم الذين يريدون البلاد حاليا، ونريد أن نعرف منهم طريقة مواجهة هذا الوضع. الحكومة تتفق مع حزب المحافظين المعارض على إعادة دعم كورونا للشركات المتضررة من الأزمة. وزير المالية ميكائيل دومبيري قال إن تدابير مكافحة العدوى أثرت سلباً على أنشطة معينة، خصوصاً المطاعم التي ستفقد كثيراً من عائداتها مع تقليص احتفالات عيد الميلاد. وكانت الحكومة أوقفت الدعم خلال فصل الخريف، غير أن ازدياد انتشار العدوى وفرض مزيد من التدابير دفعها إلى إعادته مجدداً. وستقدم الحكومة ما يسمى دعم التكييف أو مستلنيك أستودت للشركات التي انخفض دخلها بسبب الأزمة بأثر رجعي اعتبارا من مطلع كانون الأول ديسمبر، كما ستعيد دعم تقليص ساعات العمل للموظفين.
وأتاحت الحكومة للشركات تأجيل دفع ضرائب الربع الأخير من هذا العام. دون بيري قال إن تكلفة الدعم تصل إلى مليارات الكرونات. استيقظ سكان يافلي اليوم على حريق التهم مجدداً مجسم الماعز الشهير وسط المدينة، بينما قبضت الشرطة على رجل في الأربعين من عمره بتهمة الحرق المتعمد. المجسم الذي ينشأ كل عام في أعياد الميلاد تعرض للحرق أيضاً في العام 2016، واتخذت إجراءات لحمايته لكن يبدو أنها كانت دون جدوى. الشرطة تلقت بلاغاً بالحريق قبيل الساعة 4 صباحاً، وحين وصلت خدمة الإنقاذ إلى الموقع كان مجسم الماعز الصغير والكبير قد احترق بالكامل. شهود أفادوا بأنهم رأوا رجلاً في الأربعين من عمره يحوم حول المجسم، وحين سأله أحدهم عما يفعله قال إنه يبحث عن ولاعة، وتمكنت الشرطة من القبض على الرجل وعلى يديه آثار الحريق. إلى هنا وتنتهي نشرة أخبار الكومبس. لمزيد من الأخبار والبرامج تابعنا دوما على موقعنا الرئيسي الكومبس.سيا. نهاية عطلة أسبوع سعيدة وإلى اللقاء. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. بابكر أبو كاس، إس إم أوبلر، كنافة البدر.